السلام عليكم ورحمة الله. راوتر نت نشوف المشكلة اللي فيه. بهالشكل نشوف كيف بدنا نحل هالمشكلة. بعد التنشيف ما يشغل نفس الامر، ما اختلف شيء ابدا. فهلق عندنا خطوه ثانيه، الحام لأرجل المعالج ومنكمله. أعطيته قصدير على كل الأرجل، وهلق بدي نظف بهذا الشيلد. هلق بعد تلحيم الأرجل بالكامل نظف. السلام. هلا. عندي الشاشة مطرحة الفلاشة. نعم. الشاشة مطرحة الفلاشة، أحط الفلاشة ما بتشتغل. ثواني. والله ما بعرف، سأل المحلات.
وهلق هيك نكون انتهينا.